الله عليك، فكرة تجنن. أنا فعلا من زمان نفسي قوي في الأكلة دي، بس ما جبتش مدام شهيرة وسلمى ليه معانا؟ شهيرة؟ يا خبر أبيض، دي منع دخول الكوارع البيت، وسلمى بتتقرف منها. لو هي وش قرف فعلا بتقرف منها. على صحيح عمي، انت عرفت مكان مصمت العفش ده منين؟ العفش ده احسن واحد في مصر يعمل لحمه راس. اتفضل. جبت لك شوربه كوارع مخصوصه فؤاد باشا عبال ما الطلبات تخلص. الله. معلش عمي، انا ماليش في شوربه الكوارع، انا ممكن اضرب عكاوي. اضرب عكاوي بس الاول اضرب كوارع. يا عمي بقول لحضرتك ريحتها بتضايقني، بتقلب معدتي. يا ابن الحلال، انت عارف دي تعمل لك ايه؟ دي تخليك زي الحديد. يا عمي انا زي الحديد من غير شوربه كوارع. انا شوربتي جايه، طوعني مش هتندم. انا عايز اندم يا عمي مش اشربها. انا بقول لك اشربها. انا بقول لك بس بس ولا تزعلوا نفسكم انتوا الاثنين. الشوربه ايه؟ ايه الصعد ده؟ انت اللي حتدخليني النار. عنايات اعملي لي شاي دلوقتي يا بيه، لسه داخله على واحده. معلش استنى، شوربه الكوارع مسخناني قوي وتعبان شويه. حاضر يا بيه. ما تهدى يا فؤاد، مش كده؟ اهدى ازاي بس؟ دي بتقول انه خطر جدا للرجاله اللي في سننا، دي فيها جلطه، يعني الراجل ممكن يروح في طيس. ما هو طفس هو كمان. اتفضل يا بيه. جتني؟ بنت عنايات. أيوه يا باشا. بقول لك إيه؟ أنتِ إيه؟ أنا أصل ما تجيبه بوسة. إيه يا بنت أنت بتقوله ده؟ عيب كده. استني عيب كده، أنت فاكرني إيه؟ افهمي بس، افهمي، أنا فاهم، أصل أنا في لحظة تاريخية ما بتتكررش كتير، صدقيني. هاتي بوسة. يا لهوي، عيب كده يا بيه؟ واحد في سنك عاوز يعمل الحاجات دي؟ ما هي دي المعجزة يا بت، اسمعي كلامي، تعالي، راحة فين؟ تعالي بس، هاتي بوسة. أنتِ ما تعمليش حاجة، افهمي. لا يا بيه عيب كده يا بيه. وطي صوتك. يا بيه عيب كده. يا ده الفضيحة. ايه الحقني؟ ايه يا بابا اللي انت بتعمله ده؟ تعالي يا بابا. يا بابا سبت ايه المراهقين يا بابا؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ شفت يا بيه والدك؟ معلش معلش يا عنايات، بابا في سن اليأس. معلش يا شير، انا في قمة مجدي. خلاص عنايات، حقك حقك عليا. عنايات خد خد عليا. معلش يا عنايات، حقك عليا، حقك عليا. انا اسف انا اسف انا اسف. يا بابا بطيب بطيب بخاطرها. انزلي بابا. يا بابا يا بابا انزلي بابا. افرض لمت هدومها ومشيت، هنعمل ايه؟ هنروح لها بيت للدرجات يا بابا. ايوه ايوه، شربة الكوارع دي شربة فولاذية، أحيت فيها حاجات كانت ماتت من سنين. أنا بنت الناس برضك يا بيه، كله إلا كده، أنا هلم هدومي وماشي حالي. خلاص امسكي دول دلوقتي، انزلي نامي وأنا هشوف الموضوع ده. يلا يلا. طب يا حبيبتي، إحنا هنعمل اللي أنتِ قلتي عليه فورا. باي باي، مع السلامة. ها قالت لك ايه؟ زي ما قالت لك يا حبيبي، جلطه وتصلب شرايين. احنا لازم يا حبيبي نديله حقنه دلوقتي علشان الشد العضلي اللي عنده. حقنه دي انا اجيبها منين دلوقتي؟ انا اعتقد ان بنتك على طول شايلها معاها علشان التمرينات. انا عارفه انها ممكن تكون في الحمام اللي تحت، انا هروح اسالها وانت انزل دور في الحمام. يا بابا ايه الاخبار دلوقتي؟ افتكر التلج ده هيجيب نتيجه. هيهديك شويه هيهديك شويه. حاسب ايه دلوقتي يا بابا؟ نار نار نار، عمالة تزيد نار نار. يا بابا ده التشويه وتبقى في الاسكيمو. نار ايه؟ اسكيمو ايه؟ لو سمعت كلامي وطلبتني المطافي كانوا ضربوني خرطومين هديد. لا يا بابا انت حتى جه مش محتاج مطافي، انت عايز بوليس الاداب. ليه؟ بوليس الاداب ليه؟ هيظبطني مع التلج؟ اهدى بابا اجمد شويه، اجمد. ابوس ايدك. اجمد اكتر من كده، دي تبقى مصيبه مصيبه. احنا مش فاضيين، احنا مش فاضيين، احنا مش فاضيين يا بابا. هنتفضح. دلوقتي يا بدران عمي، انت مين اللي قال لك ان بابا في الحاله دي؟ انا هات حكيت لي. يا دي الفضايح يا دي الفضايح يا دي الفضايح. معلش يا فؤاد، شوربه الكوارع دي كانت فكره منيله. ما يهمكش ما يهمكش، الشوربه برضو عملت معايا شغل جامد قوي. ايوه انت متجوز. خلاص اهدى اهدى يا بدران، انا هدور لك على حقنه هتريحك خالص.
حقنة ايه يا عمي؟ ثانية واحدة. ايوه الحقنة اهي. حقنة ايه يا عمي؟ دي للشد العضلي، هتريحه خالص. ودي هتديها له فين؟ في الوريد؟ لا. يا نهار اسود. ايه ده؟ يوه. طب بص على ايه؟ لا بابا ما تقلقش نفسك، انت ما فيكش حاجة، انت زي الفل. حازم انا خلاص قلبي اتقبض من البيت ده، كل زعلني قوي الفضيحه اللي فضحتها قدام نسيم. يا بابا فضيحه ايه؟ فضيحه ايه؟ ما تقولش كده، انا لميت الموضوع وقلت لهم ان دي كانت حقنه السكر. حقن السكر؟ هو في حقن السكر بتتاخد؟ يا بابا قلت لهم ان دي كانت ظروف والعرق كان هربان. المهم الحمد لله عدت على خير. بقول لك يا بابا ما تيجي اطلقها ونخلع من الليله السوق اللي احنا عايشينها. نعم اتجننت. والقرض كمان في مشكله، رؤوف لسه مكلمني من الشركة بيقول إن مدير الائتمان في البنك عند فؤاد بغلبه، كل شوية طلبات وضمانات. أمال الجوازة الهبلة اللي أنا فيها دي لازمتها يا بابا؟ تنساش إن فؤاد لسه أجازة، أكيد لما ينزل البنك هيحل كل مشاكلنا. يا رب. طب يا بابا أنا هسيبك تريح شوية. بقول لك إيه؟ ابعت لي عنايات. عنايات إيه تاني يا بابا؟ هي الحقنة ما عملتش مفعول؟ حقنة إيه؟ ما تفهمنيش غلط. أنا عاوز أعتذر لها بصراحة لما بشوفها مستريح. وأشري كمان شوية. صباح الخير. أهلاً. إيه الريحة الحلوة دي؟ زيك يا بدران، إيه المفاجأة الحلوة دي؟ والله اللي ولاد وحشوني قلت أجي أشوفهم. أنا مش عارف أنت ليه سممت تروح، ما كنت تقعد معانا كمان. لا كفاية قوي الأجازة اللي قعدتها، ده أنا رحت الشركة لقيت ورايا شغل متلتل ما أجنينه لما أنزل. هتتغدى معانا النهارده، انا عامل لك كباب هتاكل صوابعك وراها. حاضر، بس هما الولاد فين؟ سلمى في التمرين، ما انت عارف نهائي الكاس قرب، بس هي زمانها جايه وحازم لسه نايم فوق. طبعا اذنكم اطلع صحيح لحسن، محتاجه في حاجه مهمه قوي في الشغل. اتفضل. حازم ايه؟ بص على ايه؟ جونه ايه ده؟ اسحب جونه ايه؟ دي مصيبه. خير يا بابا؟ في ايه اللي حصل؟ يشيل الجواهر اللي جبنا منه الخاتم لسلمى، عاوز فلوسه. بشير فلوسه؟ ايوه. مش فاهم حاجه. انا اصلي بصراحه كنت كتبت له شيك يصرف بعد الشهر، الشهر عدى موضوع القرض لسه ما خلص. شفت يا بابا انت اللي عملت لي فيها نجيب ساويرس، وقلت لازم نقدم مقامنا. الحل ايه دلوقتي؟ الحل انك تسلت الخاتم وترجعه لبشير الجواهرجي، لا من شاف ولا من دري. ايه يا بابا الكلام ده؟ طب افرض عرفت ان انا اللي خدته منها، هيبقى شكلي ايه قدامها؟ يا سلام، خايف على شكلك قوي ومش خايف على ابوك من السجن؟ يا بابا هتعميني. حاضر، دي فرصه افكر واتصرف. ايه في حاجه؟ لا مفيش. حازم يا ابني اتصرف بسرعه عشان خاطر ابوك. ها وانا نازل لهم اشوف حماك اللي عامل لي فيها بشقره. اوكي. اتفضل يا بابا. ايه ده؟ شيك بفلوس الخاتم. شيك بفلوس الخاتم؟ ليه انت ما رجعتش الخاتم لبشير؟ ما رجعتش حاجه. ازاي ده؟ بشير كان هنا وساب لي الشيك اللي كتبته له، قلت اكيد انت رجعت له الخاتم. بقول لحضرتك ما رجعتش حاجه يا بابا. ازاي؟ امال مين اللي عمل كده؟ سلمى. على فكره بابا البنت دي جدعه جدا، سمعتنا واحنا بنتكلم امبارح وعرضت عليا ان انا اخد الخاتم وانا ما رضيتش. انا عندي ليك خبر هايل، القرض قريب قوي هيتوافق عليه، يعني ساعتها بقى هتبقى حر تطلع وقت ما انت عايز. فعلا يا بابا هو خبر حلو. على اذنك. وإيه اللي بيحصل ده؟ مش هتقدر تغمض عينيك.